أنا يوم من الأيام كنت ضد العفو، ولكن أنا من أوائل الناس اللي طالبوا بالعفو، لأن المرحلة تتطلب. المرحلة تتطلب، المرحلة في ذيك الفترة المرحلة لها ظروفها، سواء الإقليمية أو المحلية، وكذلك مرحلة العفو. إحنا قاعد نتكلم على عهد جديد، صفحة جديدة، مصالحة وطنية، فالموائمة هني تختلف عن الموائمة في ذيك المرحلة.